الانضباط سلوكهم، الكفاءة سمتهم، السرعة إيقاعهم، والتحدي خيارهم الأول والأخير. هم الفاعلون الحاضرون في قلب المشهد التنموي، لا يرتضون بغير البقاء في المقدمة، ولا يقبلون سوى الفوز في سباق الزمن. ظهير وطني وسند شعبي وإسهام بارز في مجال التنمية الشاملة. شركة النصر للكيماويات الوسيطة، قلعة صناعية بسواعد مصرية، هي إحدى أهم الصروح التنموية لقواتنا المسلحة المصرية ذات الإسهامات البارزة لخدمة المواطن المصري من خلال منتجاتها الاستراتيجية والتي تخدم قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة. إسهامات متجددة كان آخرها إنشاء مصانع الكلور بأبي رواش بطاقة 80 طناً في اليوم ضمن توسعات المشروعات العملاقة لتوفير مياه الشرب النقية بجميع أنحاء مصر. وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنع جديد لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية إلى 165 طناً من الكلور في اليوم، فضلاً عن إنتاج الغازات الطبية والصناعية لتأمين احتياجات المستشفيات العسكرية والمدنية والشرطية ومصانع القطاع المدني. كما تنتج الشركة المبيدات الحشرية المنزلية الآمنة ومبيدات الصحة العامة والمبيدات الزراعية، والتي تسهم بشكل فاعل في مقاومة الآفات والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. واستكمالاً لهذه المسيرة، قامت القوات المسلحة بإنشاء مجمع إنتاج الكيماويات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم على مساحة 850 ألف متر مربع، ليسهم هذا الصرح في مسيرة التنمية ويوفر فرص عمل للشباب الخريجين بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة عبر 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتم التخطيط لإنشاء المجمع على 3 مراحل. المرحلة الأولى وتشمل إنشاء المصانع الآتية: مصنع الشبة السائلة والصلبة رقم 1، مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم 1، مصنع سماد أحادي سوبر الفوسفات المحبب رقم 1، ومصنع سماد سلفات البوتاسيوم. أما المرحلة الثانية فتضمنت إنشاء مصنع الشبة السائلة رقم 2، مصنع الأسمدة المركبة وسماد الدهب، مصنع حامض الفوسفوريك، وأخيراً مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم 2. واليوم يتجلى أمام سيادتكم بكورة مصانع المرحلة الثالثة من هذا المجمع العملاق بافتتاح مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب رقم 2، والذي يحقق قفزة إنتاجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً. وتبدأ العملية الإنتاجية في المصنع بطحن خام الفوسفات في طحونة ليصل حجم الحبيبات إلى 150 مايكرون، ينتقل بعد ذلك إلى خلاط التفاعل ليتفاعل مع حامض الكبريتيك المركز بتركيز 70% ويدفع إلى سير التفاعل ومنه إلى المخزن لتخزين المنتج لاستكمال التفاعل، حيث يترك لمدة من 10 إلى 15 يوماً لإتمام التفاعل نهائياً، ولإنتاج سماد ثلاثي سوبر الفوسفات الناعم يتم استخدام حامض الفسفوريك بتركيز 50% بدلاً من حامض الكبريتيك المركز، ويمر بنفس المراحل الإنتاجية السابقة، وذلك لإنتاج سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات الناعم، والذي يستخدم كخام في مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب، حيث يتم ترذيذ السماد الناعم بالماء داخل المحبب لتحويله إلى حبيبات، ثم يتم تجفيفه داخل فرن التجفيف عند درجة حرارة 400 إلى 450 درجة مئوية، ثم يتم تبريده بعد ذلك داخل المبرد إلى 40 درجة مئوية، ثم تفصل الحبيبات الأكبر والأقل في الحجم وإعادتها إلى المحبب مرة أخرى، وتعبأ الحبيبات المناسبة من 2 إلى 5 مليمتر داخل شكائر أو إلى العربات مباشرة طبقاً لرغبة العميل. عمليات إنتاجية يديرها المجمع عبر الحواسب الآلية ومن خلال غرف التحكم
التي يديرها نخبة متميزة من أفضل المهندسين والكيميائيين، منتجات مصرية تحظى بسمعة دولية عبر تطبيق أعلى معايير الجودة. وقد نالت الشركة 3 شهادات عالمية في هذا الإطار، وهي شهادة نظم إدارة الجودة ISO 9001، شهادة نظم الإدارة البيئية ISO 14001، وشهادة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 18001. جودة لم تولد من فراغ، إذ لم تألو الشركة جهداً بتحسين بيئة العمل عبر التنسيق المتواصل مع جهاز شؤون البيئة، انسجاماً مع كافة معايير قانون البيئة الجديد. التزام تجلى عبر العديد من إجراءات الحفاظ على البيئة، ومنها قيام الشركة بإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي. ويتوالى العمل داخل هذه القلعة الصناعية عبر قفزات إنتاجية تليق باسم شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على قيامها بإنشاء أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. مجمع عملاق يضم 9 مصانع كبرى تسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات المصري. مشروع صناعي تسهم فيه القوات المسلحة بتشغيل المزيد من شباب الخريجين. وتعتمد هذه المصانع الجديدة على الكهرباء المنتجة ذاتياً دون أدنى تحميل على الشبكة العامة للدولة. مجمع صناعي يصل إنتاجه السنوي لنحو 1,000,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وحامض الفوسفوريك، بما يلبي الطلب المتزايد لقطاع الزراعة، ويواكب سعي الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان، مع تحقيق مردود اقتصادي كبير بتصدير فائض الإنتاج لدول العالم. وتبقى شركة النصر للكيماويات الوسيطة مثالاً يحتذى به في مجال الاستغلال الأمثل للخامات المحلية وتطبيق أرقى معايير الجودة العالمية على كافة منتجاتها. النصر للكيماويات الوسيطة قلعة صناعية بنيت بأياد وسواعد مصرية تعبر عن معنى الإرادة الوطنية.